الخاء بس ثاني نزل عنده آثار قديم هذا يعني شغل حاجات قديمة وآثار قديم والناس اليوم بتلجأ له لظل وضع الكهرباء والغاز قطع الغاز ووضع الكهرباء وزي ما أنت شايف الناس يعني محتارة في أمور الكهرباء وفي أمور الغاز بتيجي بتلجأ لنا وإحنا شغالين في هذا الفرن على نظام حطب وبنخبز وبنساعد الناس وما أنت عارف الخلل الكهرباء هذا مستمر وبنساعد في الناس احنا في الامر هذا صور